من نعمته وبركته ورحمته من الآن أبد الأبد كلها أمين. أحبائي، إنجيل هذا الصباح من معلمنا مالي مرقس الرسول يعلمنا رب المجد يسوع ويقول لنا كل إنسان يجتف يغفر له، اللي يعمل أي خطية تغفر، أما خطية التجديف على الروح القدس فلا تغفر أبدا. يقول كاتب الخطايا وجميع التجاديف التي يجدفونها تغفر، ولكن من يجدف على روح القدس فلا يغفر له إلى الأبد. في إنجيل معلمنا مرقس الإصحاح الثالث. ببساطة أحبائي، رب المجد يسوع عايز يعلمنا أن كل الخطايا تغفر بالتوبة، كل الخطايا تغفر بالتوبة. لابد أن الإنسان يقدم توبة عن كل الخطايا. طب إيه هو التجديف على روح القدس؟ هو الاستمرار في عدم قبول التوبة. إنسان يعيش بلا توبة لحد حياته ما تخلص. عشان كده نلاحظ أن في الصلوات اليومية بتاعتنا، في كل يوم بنصلي، اللي بيصلي المزامير، اللي بيقرأ في الإنجيل، اللي بيجي يحضر قداس، اللي بيحضر تسبيحة، اللي بيحضر سهرة، اللي بيحضر تمجيد حتى للست العذراء، يلقى علامة التوبة هي علامة أساسية في كل صلوة من صلوات حياتنا، في كل طلبة من طلبات حياتنا. نلقى أحبائي مثلا في المزامير، تبتدي الكنيسة تعلمنا المزامير، هنبتديها نقول إيه؟ هنقول أبانا الذي في السماوات، عشان نوجه صلواتنا لله الأب في السماء، وبعدين نقول فلنشكر، بنشكر ربنا على كل شيء ومن أجل كل شيء وعلى كل حال ومن أجل كل حال. بعد كده نقول إيه؟ ارحمني يا الله عظيم رحمتك، لو مزمور إيه؟ مزمور التوبة. يبقى بداية كل صلاة بعد ما بنطلب ربنا إن هو يسمعنا، يا رب إحنا موجهين لك صلواتنا وبنشكرك على كل الأحوال اللي إحنا عايشين فيها، بنبتدي بإيه؟ اقبل يا رب إيه توبتنا، ارحمني يا الله عظيم رحمتك، مزمور 50 مزمور التوبة. فيه نقول إيه؟ اغسلني يا رب في أبيض أكثر من السلج، خطياتي أمامي في كل حين، اغسلني يا رب في أبيض أكثر من السلج، توبني يا رب. ورب المجد علمنا أن احنا نتوب، ولما القديس يوحنا المعمدان ابتدى المعمودية بتاعته ابتدى بالتوبة، قال لهم توبوا فقد اقترب منكم ملكوت الله. التوبة دي أحبائي هي الأساس في حياتنا. عشان كده ربنا بيعلمنا النهاردة الإنسان اللي هيرفض يقدم توبة لآخر يوم من عمره ده يعتبر بيجدف على الروح القدس. ليه بقى؟ إن الروح القدس جوانا بيمنعنا نعمل خطية، بيشجعنا نبطل خطية، ويحثنا على التوبة، بيدينا دفعة إن احنا نقدم إيه؟ توبة. الإنسان المؤمن الحقيقي لما يجي قدامه كده فكر خطية، يبقى ربنا حاطط حاجز بينه ما بين الخطية دي، عشان هو لا مش هأعمل كده، ده أنا عايز أقدم توبة، ده أنا عايز أمشي مع ربنا. إزاي أنا أعمل كده؟ كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ إذا كان يوسف الصديق كانش حل عليه الروح القدس، كانش يتعمد، يوسف البار الصديق قديس من قديس العهد الجديد وهو يعيش إيه؟ في العهد القديم، لما قدامه عدت الخطية وامرأة سيده تجبره على الخطية صرخ وقال لها كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله. دي لمسات الروح القدس يا أحبائي في قلب الإنسان يجعله يرفض فعل الخطية ويرفض أن هو يكمل الخطية. عشان كده النهاردة أحبائي رب المجد يسوع بيقول لنا من يجدف على الروح القدس فلا يغفر الله إلى الأبد، بل هو مستوجب دينونة أبدي. الإنسان اللي هو رافض عمل التوبة في حياته، عشان كده الكنيسة فتحة أحضنها لكل إنسان عايز يقدم توبة، في أي وقت بيجي يعترف، في أي وقت بيجي يتناول، في أي وقت بيجي يصلي، ربنا بيقبل صلوات الإنسان وتوبة الإنسان واعتراف الإنسان في أي وقت وكل وقت، إن شاء الله آخر لحظة من لحظات حياته زي إيه اللص اليمين كده.
وهو على الصليب. طب انت طالع على الصليب بخطيه صعبه وبتتعاقب لانك عملت ايه خطيه، وانت اعترفت على نفسك قلت للص الشمال نحن بعدل جزينا. لما اللص الشمال بيعاير رب المجد يسوع رد عليه اللص اليمين قال له نحن بعدل جزينا، احنا من حقهم ان هم يعاقبونا ويتعبونا كده ويصلبونا، لكن رب المجد يسوع ما عملش حاجه. قال له اذكرني يا رب ايه متى جئت في ملكوت، قال له اليوم تكون معي في الفردوس. في اخر لحظات حياته كان فاضل له قد ايه ويجوا يكسروا رجليه الاثنين وتخرج روحه من جسده، دقايق وخلص الموضوع. رب المجد يسوع والكنيسه فاتح احضانه طول الوقت، طول ما فينا نفس ربنا مستعد يقبل توبتنا، عشان كده بيقول لنا توبوا فقد اقترب منكم ملكوت الله. التوبة يا أحبائي هي أحد الصلوات الأساسية التي نصلي من أجلها لكي ما نبعد عن الخطايا ونقدم توبة لرب المجد يسوع المسيح. نقدم توبة نقول له اقبل يا رب توبتنا نحن الخطاة، اقبل توبتنا نحن الخطاة. ربنا يعطينا نعمة نحن نعيش حياة التوبة الدائمة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن أبدا.